نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. طيب خلونا نبدأ مع بعض، خلونا نبدأ مع بعض ونشوف الفكرة ايه. طب الفكرة نفسها وصلكم ولا الفكرة نفسها في حد مش فاهمها؟ الفكرة نفسها انا بكل بساطة عاوز اقول لو انا كتبت كلمة فيها حرفين، الحرفين دول يتشفروا بحروف مختلفة، بس ما مش اكتر من كده يعني. طيب نخلينا مع بعض ان شاء الله. تعالوا نشوف كده بكل بساطة. انا طبعا عامل امبورت سترينج هنا، علشان هستخدم موديول سترينج. تمام، خليكم معانا هنا. بعمل الكود بتاعي، الكود بتاعي بكل بساطة انا قلت له ايه، قلت له ده متغير حطيت فيه الحروف الكابيتال اللي انا استخدمتها من موديول سترينج. الحروف الكابيتال للمتغير ده هيكون في ايه؟ ها، مين مش عارف المتغير ده هيديني ايه؟ المتغير ده زي ما قلنا هيديني الحروف الأبجدية كلها من A to Z بشكل كابيتال، A B C. خلونا أكتب بس كام حرف كده عشان يساعدونا في الشرح. A B C D E F G H I J مثلا، وهكذا لغاية Z. لغاية كده صعبة؟ هل اللي انا عملتها، المتغير اللي عملته ده، في حاجه مش مفهومه؟ الناس معايا؟ طيب بعد كده عملت متغير اسمه ار اي اس، انا اختصرت كلمه ريزلت او الناتج، وده عباره عن ديكشنري. تمام، يبقى ده عندي ديكشنري فاضي. ديكشنري ايه؟ فاضي. حتى الان السطر دوت كده في مشاكل؟ مفيش عندي مشاكل. هنا دخلت في حلقة تكرارية على المتغير ده، تمام، فبقول له الاي ان اليو اي، يعني الاي في اول حلقة تكرارية هتاخد حرف الاي كابيتال، تاني حلقة تكرارية هتاخد البي كابيتال، تالت حلقة تكرارية هتاخد السي، وهكذا. حتى الان في مشاكل؟ الناس خليها صحية معايا. طيب في الحلقة التكرارية هنا يا اخوانا، انا هما المربط الفرس في الاتنين دول، السطرين دول. السطر الاول انا بقول له ايه؟ انا بعمل اضافة على الديكشنري بتاعي ده، خدت الكي بتاعي اللي هو حرف الاي، وخدت الفاليو اللي هي المتغير ده باندكس الكود. تعالوا نقول ان احنا هنعمل الكود بتاعنا تلاتة، هنعمل الكود بتاعنا ثلاثة. أول سطر هنا هيعمل إيه؟ هيضيف لي هنا متغير الكي بتاعه حرف الإيه كابيتال. طب الفاليو بتاعته هيجيبها لي المتغير ثلاثة. إحنا عندنا هنا زيرو، واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، وهكذا الإندكس بتاعنا. في أي مشاكل في الإندكس في الكلام اللي أنا بقوله دوت؟ طيب القيمة بتاعت الكي دوت هتكون ايه؟ هتكون اليو اي الاندكس الكود عندي بتلاتة، الاندكس تلاتة اللي هو حرف الدي كابيتال. بس خلاص السطر ده خلص. تمام؟ السطر اللي بعديه هيعمل ايه؟ هيعمل اضافة برضه لنفس الحروف هي بس لور، يعني هتبقى سمول مش كابيتال. انا هنا بقول له الديكشنري بتاعي حط لي فيه الاي لور، يبقى ده اول عنصر اهو خلاص خلص. نغير اللون، الاي لور هتبقى الاي سمول، ده الكي بتاع تاني قيمه عندي. الفاليو بتاعتها ايه؟ هتبقى دي سمول. حتى الان في مشاكل؟ حتى الان في مشاكل؟ الناس خليكم صاحيين معايا.
طيب هنزل هنا الكود هيبقى كود زائد واحد، يعني الكود التلاتة هيبقى أربعة، تمام؟ هيرجع لفور تاني. الإي هنا هتبقى بقى هتاخد قيمة إيه؟ هتاخد قيمة حرف البي كابيتال، هينفذ الكود دوت، هيعمل الكي عندي بي كابيتال. طيب الفاليو بتاعتها هتبقى الاندكس خمسة اللي هي الاف كابيتال، وينزل للسطر التاني هما هياخد البي سمول ويحط الكي بتاعت الفاليو بتاعتها اف سمول. حتى الان في مشاكل؟ مين مش فاهم لغاية دلوقتي؟ وهكذا هيفضل الكود يكرر نفسه في اللوب دوت لغاية لما الاي تخلص من حرف الاي كابيتال لحرف الزد. وهنا انا بقول له لو الكود بتاعي بقى اكبر من 25، لان انا عندي 26 حرف الاندكس بتاعهم من 0 ل 25، فبقول له لو الكود بتاعي عدى ال 25 رجعه لي صفره وابدأ من الصفر تاني. بس خلاص ده الديكشنري بتاعي هيجيلي بالشكل ده. الديكشنري هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كي، الكي بتاعي الحروف الابجدية اي كابيتال واي سمول، بي كابيتال وبي سمول، سي كابيتال وسي سمول، وهكذا لغاية حرف زد كابيتال وزد سمول. الفاليو بتاعتي ايه؟ الفاليو هي الحرف المقابل بناء على الكود اللي انا اديته له. اعطيته 3 هيبدأ من اندكس 3 4 5 وهكذا، اعطيته 10 هيبدأ من اندكس 10 11 وهكذا. بس خلاص الديكشنري بتاعي خلص، التشفير بتاعي كده يعتبر خلص. بنية الدكشنري دي، تركيب الدكشنري ده، في حد مش فاهمه؟ اقوله تاني. طبعا في الاخر هعمل ريتيرن للدكشنري بتاعي. اه حضرات اكمل ولا في حد واقف قدامه حاجه؟ استاذة بسنت، استاذ ياسر، تمام. طيب نكمل نشوف الفانكشن التانية ايه. اذا انا هنا عرفت كده عملت ديكشنري بيحتوي على الحروف والحروف المقابله. انا عاوز انفذ بقى، هعمل فانكشن مخصوص لانها تنفذ الاكواد التشفير بتاعي. ايه الفانكشن بتاعتي؟ هنفذها على التكست بتاعي بقى. لو انا قلت له ايهاب اي اتش اي بي، ده التكست، تمام، واعطيته الكود، انا عاوز اشفر بكود 9، هنا هيجيب ايه؟ دي هيجيب الديكشنري بتاعي من الوظيفة اللي فاتت اللي هي الكود اللي هي البيلد كودر، تمام. طبعا معلش انا كاتبها هنا غلط، مع الاستعجال ما بكتبش الكود صحيح. طيب دي الاجابة بتاعتي، الاجابة بتاعتي دي اللي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها النص المشفر، تمام. بقول له ايه بكل بساطة؟ ركز معايا اللي عاوز تعرف الكيز اللي سألني دلوقتي وقال لي الكيز والفاليو في الدكشنري. أنا هنا بعمل حلقة تكرارية، بقول له فور الأي إن الدكشنري فاليوز، تمام؟ وأنا اتعمدت أكتبها. أنا لو قلت له دكشنري بس، ارجعوا لمحاضرة الدكشنري، لو قلت له فور الأي إن الدكشنري وسكت، هو هياخدها أوتوماتيك على الكيز، تمام. انا اسف دي هتبقى الكيس. بقول لكم معلش انا باجي بس متاخر، بحضر المحاضره متاخر. تمام، يبقى فور الاي ان الديك دوت الكيس. انا كده هشتغل حلقه تكراريه على مين؟ على الكيس بتاعتي اللي هي الاي كابيتال او سمول، البي كابيتال او سمول. هبتدي اقول له اذا كانت الاي موجودة في الديكشنري معناها ان الاي دي حرف من الحروف، تمام، حرف من الحروف. هيلاقي الاي حرف من الحروف، هيروح يستبدلها بقيمة المقابل ليها في الديكشنري، تمام. ولا اقول تاني؟ تعالوا نقول تاني. انا عندي غلطة ومفيش اي مشاكل ان اغلط، ومفيش اي مشاكل ان كلنا نغلط. دي المفروض تبقى الكيز، تمام.
طيب انا بقول له فور الاي ان التكست النص بتاعي، اذا كانت الاي دي موجوده في الديكشنري كيز بتاعتي استبدلها لي لو سمحت بالفاليو بتاعتها. فهو لو لقى الاي الاي سمول هيجيب لي الكي بتاع الاي سمول، لو لقى الاتش سمول هيجيب الكي بتاع الاتش سمول، لو انا كاتب له ديت اي كابيتال هيجيب لي الكي بتاعت الدي الاي كابيتال ويحطها. اذا هيستبدل النص ده بالمقابل ليه بكود 9. طب لو انا كاتب له زي التمرين اللي كنت مديه 5 مثلا 100 دولار، الخمسه دي مش هيلاقيها هنا، يبقى اذا ده مش هيلاقيها. هيعمل ايه؟ هيضيف الخمسه زي ما هي على قيمه الانسر بتاعتي. طب الاتش هيلاقيها يشفرها، اليو هيلاقيها يشفرها، انا كنت عاملها 1000 تقريبا مش 100، هيشفر الحروف ايا كانت كابيتال او سمول، واي حاجه غير الحروف اذا كانت مسافات اذا كانت ارقام اذا كانت علامات بنكتويشن هيحطها زي ما هي. وبالتالي النتيجه بتاعتي في الاخر هتكون النص المشفر. ها الفانكشن دي في حد واقفه قدامه، في حد مش فاهمها بنسبه 100%؟ اعيدها تاني، الناس معايا؟ استاذ ياسر، استاذه بسنت، احمد ابو امره، مين تاني معانا؟ طيب انا كده شفرت، عملت الديكشنري واستبدلت النص بتاعي بس خلاص. زي ما قلت لكم في العمل انا ممكن اكتفي بالوظيفتين دول بس، لكن انا مش عاوز كده. انا قلت لك دايما جزئ البرنامج بتاعك لاصغر قطعه ممكنه علشان تقدر تتعامل معاه بليونه تامه، بسهوله تامه، تمام. انا هنا عملت فانكشن دي اللي اليوزر هيستعملها، دي اللي اليوزر ايه هيستعملها. لو انا هعمل البرنامج ده هقول لليوزر اكتب كلمه انكريبت ويديها 2 متغير، التكست والكود بتاعك. تمام يا استاذ صلاح، يا ريت بحضر الفيديو اللي فات، بس انت كده بتحضر الحل قبل ما، يعني ما اديتش نفسك فرصه تفكر وتغلط. تمام يا حضرات، انا هنا بقول له الفانكشن دي اللي اليوزر هيستخدمها، يا يوزر يا اللي هتستخدم البرنامج بتاعي. لو انت عاوز تشفر نص اكتب انكريبت وحط التكست واديني الكود الشفره بتاعك وانا هشفر لك النص. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ ما بتعملش ازيد من الابلاي كودر اللي هي الفانكشن دي، وخدت النص وخدت اديتها الديكشنري بتاعي. انا هنا بديها ايه؟ الكود بتاعي. بكل بساطة دي فانكشن جمعت الاتنين مع بعض. انت ممكن تقسم السطر ده تخليه سطرين، تعمل ده في جزء وبعد كده تستدعي الابلاي كودر في جزء تاني. طيب فك التشفير هي نفس القصة. في ناس عملت لي شفرات للتكويت وشفرات لفك التكويت، لا انا هنا لما جزأت البرنامج بتاعي فك التكويت بتاعي هستخدم فيه نفس الوظائف اللي انا عاملها. ركزوا معايا يا حضرات، مش انا هنا عملت الديكشنري بتاعي ومشيت بالشفره زائد 1، يعني مشيت كده. فك التشفير هو نفس الكود، بس بدل ما همشي ازود الكود بتاعي انا هنقص الكود بتاعي، بحيث ان الكي بتاعي الفاليو تكون بالسالب مش بالموجب، يعني همشي بالشمال ناحيه الشمال مش همشي ناحيه اليمين. انا كل اللي عملته في فك التشفير بتاعي بكل بساطه هي نفس الفانكشن دي، بس خلوا بالكم انا مديله هنا الكود ناقص 1 ناقص الكود، يعني لو الكود بتاعي 9 انا ضربته في ماينس 1 عشان يبقى ماينس 9، لو الكود بتاعي 5 انا ضربته في ماينس 1 عشان يبقى ماينس 5، علشان الديكشنري بتاع الشفره يمشي بالعكس، هيعكس لك الكود. هياخد هنا بقى دي هتديله النص المشفر، ده هياخد النص الايه المشفر ويعكس الديكشنري بتاعه ويعمل برضه ابلاي للكود، هتلاقيه يديلك النص الصحيح
الاصلي اللي انت كاتبه. تمام؟ تعالوا ناخد مثال، اسمحوا لي بس اجيبه. طيب انا هنا حضرتك خدت مثال، انا هنا بفك شفرة نص معايا، انا عندي نص مشفر وهفك الشفرة بتاعته، انا عندي النص مشفر بهذا الشكل، حد يقدر يفهم حاجة من الكلام ده؟ الكلام ده لو انا بعته لك في ملف نص او في ايميل او في اي رسالة، حد يقدر يفهم منه حاجة؟ ده كلام احنا بنقول عليه متشفر، ما حدش عارف له صفة ولا حد عارفه ايه هو. لما هقول له هنا الكود بتاعي 14، فك التشفير هياخدها ماينس 14، فهيروح يجيب لي الديكشنري بتاعي بالسالب، هيرجع لورا مش هيمشي لقدام، وهيفك التشفير هلاقيه فك التشفير بتاعي ان حرف الاي كابيتال بي ام، الاو سمول بقت اي سمول، البي بقت ان، وهكذا. هلاقي ان النص الاصلي بتاعي انا بقول ميني ثانكس فور الدارين اكاديمي، لكن انا لما بعت لك النص نفسه هنا، النص دوت متشفر، مش اي حد هيقدر يقراه الا اذا كان معاك شفرة الكود ومعاك طريقة ان انت ازاي تفك الكود بتاعي. ده المثال البسيط جدا على شفرة قيصر او تشفير قيصر للنص، بس طبعا تشفير قيصر ما كانش كده بالظبط، هو نفس الفكرة لكن كان بيشفر برضو الارقام وعلامات الترقيم والمسافات. حضرتك بعد ما تذاكر المثال البسيط بتاعنا ده، حاول ان انت تشفر الارقام مع النص، اختبر بعد كده، شفر المسافات بعد كده، اعمل الكود الخاص بيك. حتى الان في مشاكل؟ في حد مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي؟ طيب قلنا دي المشكله الاساسيه بتاعتنا، بس قلنا ان دي مش منطقيه، وانا عاوز اعمل ابديت للبرنامج بتاعي، ان انا بدل ما اكتب له نص بايدي، لا انا هديله ملف وهو يشفره، او اديله ملف مشفر وهو يفك شفرته، والشغل بتاعي يبقى على ملفات، اديله ملف اصلي واقول له شفر الملف يشفره، اديله ملف مشفر واقول له فك التشفير يفك التشفير. التحديث بتاعي هستعمل فيه نفس الفانكشن الخاصه بالتشفير وفك التشفير، لان هي دي اساسيه. تمام؟ طيب انا هنا علشان في ناس كتير بعتوا لي، في ناس مش كتير ولا حاجه يعني، بس في ناس بعتوا عاملين فانكشن واحده بس تشفر، وعاملين فانكشن تفك التشفير. الاسلوب اوكي وانت عملت المطلوب منك، لكن انا بقول لك دايما جزئ البرنامج بتاعك لاصغر قطع ممكنه، وهقول لك ليه دلوقتي، هتستفيد ايه من التجزئه. تمام؟ معرفش الاستاذ امين اللي من الجزائر معانا ولا لا، لان هو عنده كليه، هو اللي كان باعت الفانكشن دي، فانكشن واحده للملف وفانكشن للتشفير وفانكشن تانيه لفك التشفير. طب بص حضرتك انا هنا بعمل ايه؟ انا هجزأ البرنامج بتاع الاصغر قطع، انا هنا عملت فانكشن تقرا الملف، فتحت الار فايل، فتحت الملف، وخلوا بالكم الملف انا ما كتبتلوش اسم، انا هنا ده متغير هحط فيه اسم الملف. تمام؟ وعملت ريتيرن اقرا لي الملف بتاعي. دي برضو فانكشن تانية هتاخد حاجتين، اسم الملف اللي هتكتب فيه، والتكست اللي هتكتبه جوه الملف، بس خلاص الفانكشنز بتاعتي خلصت. انا هنا بقى مطلوب ان اعمل انكريبت، ان انا اشفر الملف. بقول له ايه؟ بقول له متغير عندي، انت بقى هتديني اسم الملف اللي انت عاوز تشفره، والكود اللي انت هتشفر بيه، الكود ده احنا عارفينه، اذا كان 9 10 15 ايا كان، زاد عليك بس انك بدل ما بتديني التكست بتديني اسم الملف اللي موجود فيه التكست اللي انت عاوز تشفره. تمام؟ الفانكشن بتعمل ايه؟ هتقول التي اللي هي التكست بتساوي انكريبت، خلي بالك ريد فايل فايل نيم، انا هنا قريت الملف من باستخدام الفانكشن ريد فايل، فانا هاخد الريد فايل هتعمل لي ريتيرن بالتكست، اللي جوه الملف اهو،
يبقى انا عملت ايه كده؟ عملت انكريبت وادي التكست وادي الكود. لو رجعت للفانكشن الاصليه هتلاقيها انكريبت عاوزه التكست وعاوزه الكود. انا هنا ده اللي انا عملته بالظبط، بس اديتها التكست من الملف. تمام؟ وبعد كده قلت له رايت تو فايل، استخدم الوظيفه رايت تو فايل ان انت تكتب لي النص المشفر في ملف اسمه انكريبت تكست، وادي التكست بتاعي اللي انا جالي بعد التشفير. بس خلاص هتقفل الفانكشن بتاعتك، هتروح للدايركتور اللي انت شغال عليه في البرنامج بتاعك زي ما شرحنا في التعامل مع الملفات. هتلاقي عندك ملف اسمه انكريبت، هتلاقي عندك ملف اسمه انكريبت تكست محطوط فيه النص اللي بعد التشفير. وصلت ولا لسه؟ الناس معايا ولا الناس راحت فين؟ لو الناس مش معايا بقى في المحاضرة ورايح صوتي. ياسر وابو عمر، في حد تاني معاكم؟ يا استاذ يونس، في حد تاني؟ استاذة بسنت. طيب السطرين دول خلوا بالكم، السطرين دول انا كتبتهم في سطر واحد. خلوا بالكم انا قلت ايه، انا مش هنا قلت، انا عاوز بس احوش لكم الشخبطة دي خالص. انا مش هنا قلت له write to file encrypt text، ده اسم الملف والنص هي بعينها ده اهي، write to file encrypt text ده اسم الملف. النص بتاع اللي هو التي ده انا حشتها وحطيت قيمتها اللي هي دي، حطيتها هنا. تمام؟ فانا كده بس كتبت الكود بتاعي، بدل ما هو سطرين كتبته في سطر واحد. قد يبدو معقد شويه او مش مفهوم للي يقراه، لكن ايا كان تعمله في سطر او في سطرين مفيش اي مشاكل. طيب دي الفانكشن العكسيه اللي هي فك التشفير، برضه نفس الحكايه، انا بقول له هات لي اسم الملف اللي انت عاوز تفك التشفير بتاعه وكود الشفره. تمام؟ الانكريبت التكست اقرا لي الملف، استخدمت نفس فانكشن قرايه الملف هي بعينها، ما رحتش لفانكشن تاني غيرها. تمام؟ بعد كده الديكريبت تكست، فك لي تشفير النص لو سمحت، اعطيته التكست واعطيته الكود. لو رجعته لفك التشفير هتلاقيهم هم الاثنين دول اللي البرنامج محتاجهم علشان يفك تشفير النص. تمام؟ بعد كده اكتب، افتح ملف الملف الفانكشن اللي انا عاملها فوق، تفتح الملف وتكتب جواه، قلت له اسم الملف اهو واديته النص اللي هيكتبه جوه الملف. انت ممكن تطور اكتر في البرنامج ده. لو انا بعمل انكريبت، لو انا بعمل تشفير، اسالني قول لي اسم الملف اللي انت عاوز تشفره ايه؟ بدل ما احنا مثبتينه هنا انكريبت تكست. تمام؟ او ولما تيجي تخزن في ملف اسالني قول لي اسم الملف اللي انت عاوزني احط لك فيه النص ايه؟ ايا كان بقى بتشفر او بتفك شفره اسالني انا. بدل ما اسماء الملفات ثابته عندي انكريبت وديكريبت والملف التكست، بدل ما اسماء الملفات ثابته حاول ان انت تسألني انا عاوز اشفر، تقول لي اسم الملف ايه، انت عاوز تخزن في ملف تسألني تقول لي انت عاوزني اكتب لك النص المشفر في ملف اسمه ايه. ونفس الوضع لما بتيجي تفك التشفير، هقول لك فك التشفير، تسألني انت اسم الملف اللي فيه التشفير ايه، اللي فيه النص المشفر ايه، وبعد كده تسألني تاني تقول لي عاوزني اخزن لك في بيانات او في ملف اسمه ايه. ده لو انت عاوزين تحدثه تاني فوق التحديث دوت يعني. الاتنين فانكشن دول، تشفير النص او تشفير ملفات، في حد عنده مشكلة فيها؟ حد عاوزني اعيد اي كود تاني يخصها؟ اتمنى برضو انكم
تقروا الكود تاني كويس، وانا هرفع لكم الملف دوت، بس انا جيت متأخر معلش، هرفع لكم الملف دوت على الجروب. الاكواد الاخيرة بتاعت ايه يا استاذ ياسر؟ استاذ ياسر عاوز الاكواد الاخيرة بتاعت ايه؟ ما هي دي قدامك اهي، هي اللي قدامك على الشاشة حاليا، هو الكود اللي قدامك على الشاشة ده بتاع تشفير وفك تشفير ملفات، مش ظاهرة عندك على الشاشة؟ طيب انا هرفعها لك في ملف بايثون على الجروب من عناية الاتنين حاضر، هكتب لك الكود دوت وهرفعه لك في ملف بايثون على الجروب بتاعت الكورس بتاعك. طيب يا حضرات، بالنسبة للمحاضرة اللي فاتت اتمنى تكونوا سمعتوها وسمعتوا الجزء العملي بتاعها، في حد مش فاهم حاجة فيها؟ طب ايه في الاو او بي يا استاذ يونس؟ ما هي المحاضرة كلها او او بي، ولسه المحاضرتين اللي جايين او التلاتة اللي جايين في الاو او بي، يعني حضرتك ما فهمتش ايه فيها بالظبط؟ او او بي دي انت بتقول لي اقعد اشرح لك 10 ساعات، يعني انا بتكلم مش الاو او بي كلها، بتكلم على الجزء اللي فات بس، اتكلمت على الكلاس، اتكلمت على الاوبجكت ان انا بشتقها من الكلاس، كلام نظري عام. في العملي ما عملتش حاجة ازيد من ان انا عملت كلاس، عملت كلاس خاص بالاصناف واشتقيت منه صنفين واديته امر طبعا للاوردر بتاعي بالبيانات اللي انا عاوزها كاملة، ده اللي خدناه عملي، ما خدناش حاجة ازيد من ان احنا نعمل كلاس بس. لكن اتكلمت بصفة عامة عن الكائنات والفئات، ده كان شرح عام بصفة عامة، لكن كبرمجة أنا ما عملتش أزيد من إن كريت كلاس وحطيت فيه ميثودز خاصة بيه، وعرفت إزاي أتعامل معاها واستدعيها. أستاذ أحمد اسمع الفيديو اللي أنا نزلته على الجروب ونازل مع المنتدى على القناة الخاصة بالمنتدى على اليوتيوب. أوكي ما سمعتوش اسمعوا. طب كالمعتاد علشان الدراسة بدأت وفي ناس كتير قالت عندنا جامعات وعندنا دراسة وعندنا دروس، هنحاول نخلي المحاضرة سريعة في أقل وقت إن شاء الله، وإحنا تقريبا بعد انتهاء الجزء بتاع الأو بي دوت هيكون شبه خلصنا، هديكم مشروع بس كده لعبة الهانج مان جيم ويبقى كده الكورس بتاعنا تقريبا انتهى. طيب كالمعتاد في حد عنده سؤال؟ إن شاء الله أستاذ أحمد لسه معانا محاضرتين أو ثلاثة تاني أو يمكن أربعة كمان، تقريبا في أربع محاضرات تاني، انا لسه عندي محاضرتين في الاو او بي وعندي محاضره بروجكت اخير. طيب السبورت انجينير محمود، اوكي يا حضرات شكرا لكم، ونتقابل ان شاء الله يوم الثلاث نكمل مع بعض الاو او بي، وان شاء الله اشوفكم على خير. شكرا لكم، الدعم الفني انا كده اوكي.